استقداد من المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر. سيد لؤي، أهلا بك، ما المعلومات المتوفرة لديك حول ما يحدث في حلب؟ كان هناك يعني سيد محمد حدثنا بأن كان هناك تظاهرات، ولكن يعني الاشتباكات قال بأنها تتمركز في حي صلاح الدين من جديد وأحياء أخرى. سيدتي، بداية للتوضيح حول مسألة صلاح الدين، نحن لن ننجر مع النظام إلى هذه اللعبة القذرة التي فعلها في باب عمر واستقطاب كل الاهتمام إلى حي صلاح الدين، وكأن حي صلاح الدين بات القصر الجمهوري. الذي جرى بالأمس تماما حول مسألة حي صلاح الدين وهذا اللغط أن الجيش الحر انسحب والجيش الحر لم ينسحب والنظام تمركز هناك أم لم يتمركز، مقاتلو الجيش الحر يعتمدون سياسة حرب الشوارع، هذا باعتبار أننا لا نمتلك آليات ثقيلة ولا نمتلك طائرات ولا دبابات. مسألة حي الانتقال من حي إلى آخر وإعادة الانتشار هنا والانتشار هنا هي مسألة تفرضها طبيعة الأرض، يعني هو يسيطر ويقول أننا سيطرنا على جزء من حي صلاح الدين وكأنه حرر الجولان. هذه المسألة لن ننجر لها ولن ننجر لهذه المعركة. معركتنا في كل سوريا باعتراف النظام البارحة في 14 محافظة باعتراف إعلامه، 14 محافظة في سوريا تشهد اشتباكات بين الجيش الحر والجيش النظامي. يعني هذه المسألة معركتنا في كل سوريا لتحرير كل سوريا. اليوم حلب تشهد معارك الأعنف، نعم نحن نقدر هذا الشيء، واليوم معركتنا في حلب هي المعركة الأهم لأن النظام فرض هذا الشكل من أشكال المعركة. طب أنت قلت الآن بأنه المعارك في 14 محافظة أو أكثر، ولكن كان الحديث سابقا بأنه معركة الحسم هي معركة حلب. سيدة، النظام على آلية الأنظمة البائدة سماها بأم المعارك وسماها بمعركة الحسم ولا نعلم ما تسماها أيضا. نحن قلنا منذ البداية أن هذه حلب لن تسقط، حلب لم تسقط، كل أهل حلب اليوم مقاومة، شباب حلب مرابطون بها، كتائب الجيش الحر لن تنسحب، لكن ليس بالمعنى أنها لن تعيد انتشارها وتتنقل من ضحي لآخر. هذا طيب في سؤال أخير لضيق الوقت لو سمحت لي سيد لؤي، هل لديكم معلومات عن الجثث التي وجدت في حديقة مجاورة لحي صلاح الدين؟ هل هناك معلومات متوفرة عن هذه الجثث؟ لمن؟ تبلغنا سيدتي العثور على 45 جثة، لكن جميعهم من الشباب. من الممكن ان يكونوا قد قضوا بقصف او قضوا باعمال تصفية عند محاولة دخول النظام كتائب النظام للحي البارحة. من الممكن ان تكون عبارة عن اعدامات ميدانية، وتم رمي الجثث في حديقة، ويعني كما هي عادة النظام رمى هذه الجثث بعد قتلها وحاول الدخول الحي. اما اليوم بعد انسحابه وعودة السيطرة من قبل مقاتلين الجيش الحر على بعض المناطق تم العثور على هذه الجثث، لكن لحد الآن لا توجد معلومات محددة حول هوية أصحاب الجثث. شكرا جزيلا لك من الحدود التركية السورية لؤي المقداد من المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، حدثنا عبر العربي.